السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody, معكم زيزي. النهاردة هنتكلم عن Unit 2 Primary 2 Connect, طبعا 2 اللي هو الصف الثاني الابتدائي. معايا Unit 2 تتكلم عن My Body. My Body يعني جسمي, طبعا Body يبقى أكيد هاخد Parts of the Body. يعني ايه Parts of the Body؟ يعني أعضاء جسم الإنسان, يعني العين والرأس والوجه واليد والذراع, كل دي اسمها أجزاء جسم الإنسان in English, يعني Parts of the Body. My دي يبقى ملكيتي للحاجة دي, يعني My Body, My Eye, My Ear, عيني, أذني, شعري. يبقى ماي عاطية ايه؟ الملكية بتاعت الشيء بتاعتي, تبقى ملكي انا. Let's start the parts of the body. رأس head, رأس head. وجه face, وجه face. يد hand, يد hand. عين eye, عين eye. أنف nose, أنف nose. فم mouth, فم mouth. وخلي بالي ان TH sounds. أذن ear, أذن ear. طبعا كل دول في الجمع أزود إس على طول. ear ears, nose noses, eye eyes, hand hands. ليه؟ لأن الجمع بإضافة الإس يبقى الإس متحول من مفرد لإيه؟ لجمع اللي هو البلورال. شعر hair, شعر hair. ذراع arm, ذراع arm, ذراع arm. Again, head, face, hand, eye, nose, mouth, ear, hair, arm. إصبع اليد finger, إصبع اليد finger. جماعة طبعا fingers. foot قدم. جماعة هنا مش foots, لأنه يعتبر طبعا irregular plural, يعني جمع شاذ. الجمع بقى في الكلمة نفسها foot بتبقى feet, يبقى أقدام يعني feet, أقدام feet. رجل leg, رجل leg. ركبة neck, ركبة neck. أسنان teeth مفردها tooth, السنة الواحدة tooth, السنة الواحدة tooth. جمعها teeth. حدش يحط اس الجمع ويقول لي دي جمع, لا, في حاجة اسمها الجمع الشاذ, دي ان انا بغير في الكلمة نفسها ودي بالحفظ. tooth جمعها teeth. منقار beak, منقار beak. طب هو انا عندي منقار في الماي بادي, ما هو مش شرط اخد الماي بادي كانسان بس, ممكن البادي اوف ذا انيمال يعني جسم الحيوان, او البيرد الطائر, او الاليفانت. طبعا الاليفانت في حاجات different from us, يعني كل حيوان في حاجات مختلفة عن التاني ومختلفة عننا as a human, كبشر. يبقى انا ممكن مش اخد بس parts of the body of me بس, تمام. ايضا يعني to, مش تو اللي هي اتنين تي دبليو او, نو, دي تي دبليو او, تي دبليو او اللي هي ايضا بتتحط as the last of the sentence في اخر, او end of the sentence اخر الجملة, وبيجي قبلها كومة. تو ايضا, تو ايضا. انا امتلك I have, وانا عاملاها هنا different عشان هي موضوع الدرس بتاعنا النهاردة. انا امتلك يعني I have. again finger, foot, feet, leg, neck, tooth, teeth, beak, to, I have. Let's talk about I have. Have معناها أمتلك أو يمتلك. have دي معناها إيه؟ أمتلك. طيب have دي لها قصة كده, إن هي مش have بس اللي معناها يمتلك, في كمان كلمة اسمها has. يبقى أنا عندي حاجة اسمها have وحاجة اسمها إيه؟ has. ليه هما مختلفين وبنفس المعنى؟ لأن دول have بتاخد دول الضمائر اللي هي الجمع, لكن has بتاخد الضمائر المفردة. يعني have أصحابها مين؟ I, we, they, you, والاسم الجمع. I, we, they, you, والاسم الجمع. لكن has بتاخد he, she, وit, والاسم المفرد اللي هو singular. has بتاخد الهي والشي والات والاسم المفرد. يعني ايه؟ يعني هي هاز ولا هاف؟ هتبقى هي هاز وان نوز, هي هاز وان نوز. ليه هنا اخترت هاز؟ لان الهي والشي والات بياخدوا مين؟ هاز. لكن هنا I have two eyes, I have two eyes. ليه جبت الهاف معها I؟ لان هنا الهاف بتاخد الضمائر مين؟ I, we, they, we, you. نركز في الحتة دي كويس جدا.
طب عايزة اقول انا لا امتلك، يعني انا ما عنديش بيك مثلا من car. اقول ازاي؟ اقول don't have، النفي بتاع ال have don't have. I don't have a peak. I don't have a peak. انا لا امتلك من car. يبقى don't هنا بتيجي مع مين؟ مع ال I وال we وال they وال you، وجاي وراها مين؟ have. انا لا امتلك، I don't have. لكن انا هنا عندي مع الهي والشي والات ما ينفعش اجيب don't، اجيب حاجة اسمها ايه؟ doesn't، يعني لا امتلك او لا يمتلك. لا يمتلك، يبقى doesn't have معناها لا يمتلك. بتيجي مع مين؟ مع الهي والشي والات والاسم المفرد. يعني عايز اقول هو لا يمتلك ذيل، يبقى he doesn't have a tail. He doesn't have a tail. طب انا المفروض اجيب has، لان الهي والشي والات بتاخد مين؟ بتاخد has. لا، بس في الحالة دي اللي هي النفي يجي وراها على طول مين؟ الفعل infinitive بالمصدر في حالته الاساسية، يعني have زي ما هي ايه؟ have. مع don't و doesn't يجي وراهم have، النفي والاستفهام يجي وراه ايه؟ ياخد مين؟ ال have. يبقى مع doesn't و don't نجيب مين؟ have. طب لو في سؤال اخر question mark برضو اجيب مين؟ اجيب have، ما اجيبش has. يبقى في النفي والاستفهام اجيب ايه؟ have. في النفي اهي والاستفهام على طول احط مين؟ have. احط مين؟ have. مع النفي والاستفهام have، مع النفي والاستفهام have. النفي اللي هو don't و doesn't، والاستفهام اللي اخره question mark وفي do او does. تمام. عندي حاجة اسمها costume party. costume party يعني ايه؟ costume party يعني حفلة تنكرية، يعني الناس فيها بيلبسوا حاجات مختلفة عن شخصيتهم الحقيقية علشان يتنكروا. عندي هنا كوستيوم بارتي رايحة طبعا أميرة وهاني ويوسف، كلهم هيتنكروا في لبس جوبس وظائف. عندي هنا دكتور، دكتور يعني دكتور، يبقى ايه؟ واحد منهم هيتنكر في ايه؟ في لبس الدكتور. مهندس انجينير، واحد منهم هيبقى انجينير، يعني هيرتدي لبس الانجينير وهيمسك في ايده المسطره بتاعه الانجينير. ملك كينج، ملك كينج، واحد منهم هيلبس ايه؟ زي الملك. والبوليس اوفيسر اللي هو ضابط الشرطه، ضابط الشرطه بوليس اوفيسر. حتى اميره هتتنكر في لبس بيزي بي اللي هي النحله الشقيه. عندي هنا كام كلمه مهمين اهم: كوستيوم بارتي، كوستيوم بارتي، كوستيوم بارتي، دكتور، 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 انجينير، 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 كينج، كينج، الجي هنا سايلنت، كينج، بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر يعني ضابط الشرطة. هنا معايا زي بازل كده، مثلا every animal هيتكلم عن نفسه يقول ايه؟ I have a big head، انا عندي رأس كبيرة، and a big ear، وعندي اذن كبيرة. يا ترى هيبقى مين فيهم؟ monkey ولا elephant ولا bird؟ طبعا مين فيهم اللي عنده big ear، big head and big ears؟ طبعا على طول نوصل على مين؟ على الelephant. I have two legs and a beak. I have two legs and a beak. انا ما عندي رجلتين ومن car. على طول على طول هوصل لمين؟ للبيرد، هو اللي عنده رجلتين وعنده ايه؟ من car. طبعا بيقول ايه الانيمال اللي بعده؟ I have four legs. I eat banana. I have four legs، انا عندي اربع اقدام. I eat banana، انا باكل الموز. يبقى على طول مين بياكل الموز؟ هو مين؟ المونكي. لازم احفظ كلمة monkey and elephant bird، يا احفظ الثلاث كلمات دول. تمام. معايا هنا connect with science، يعني يلا بينا connect مع العلوم. طبعا السنسز الحواس، الحواس لها علاقة بالعلوم. هنا استطيع ان ارى بعيني، استطيع ان اسمع باذني. I can see with my eye. I can hear with my ears. I can walk، أنا أستطيع أن أمشي. With my legs. I can kick، أستطيع أن أشوط. With my feet. I can throw with my arms. I can talk with my mouth. كلمة talk يعني يتكلم، كلمة throw يعني يرمي. I can، أنا أستطيع. I can، أنا أستطيع. طب أنا لا أستطيع.
I can't. أخلي بالي بقى من الفيربز المهمة دي، أفعال الحركة دي الأكشن فيربز مهمة جدا. يرى سي، يرى سي، يرى سي، يسمع هير، يسمع هير، يسمع هير، يمشي walk، يمشي walk، يمشي walk. ال AL هنا sounds O، ال AL sounds O، walk ما قولش walk. يشوط كيك ما قولش كسك لأن السي كي sounds ك ك. كيك يشوط كيك، يشوط كيك. يرمي ثرو، يرمي ثرو، يرمي ثرو، تي اتش sounds، تي اتش sounds. يتكلم talk، يتكلم talk، نفس النظام مع walk، ال AL sounds O. can't لا يستطيع، can't I can't، he can't run، he can't hear أنا هو لا يستطيع أن يسمع، he can't see. طبعا لنا أصحاب كتير أو زملاء كتير ربنا ما ادهمش نعمة البصر أو نعمة السمع، فهم بدل ما يقولوا I can see هيقولوا إيه I can't see أنا لا أستطيع أن أرى، I can't hear أنا لا أستطيع أن أسمع. يعني هنا اقول ايه my cousin can't see انا ابن عمي مش بيعرف يرى، يشوف لا يستطيع ان يرى. he reads with hands هو بيقرا بايده، طبعا بطريقه كده اللي هم الناس المكفوفين بيعرفوا يقروا بايديهم عن طريق طريقه برايل، زي كده ايه ورقه بتكون بارزه الكلمات فيها بارزه بطريقه بشكل ما وبيعرفوا يتعلموا من خلالها. my friend can't hear انا صديقي لا يستطيع ان يسمع. he can talk with his hands في حد بيعرف يتكلم بايده، ايوه طبعا لغه الاشاره sign language انا من اللي هم ما بيتمتعوش بالسمع اللي هم ما عندهم مش بيسمعوا بيتكلموا ازاي، بيتكلموا بلغة الإشارة بإيديهم، بتعلموا حركات معينة عشان يعرفوا يتواصلوا with a their parents مع والديهم مع their friends أصدقائهم، وبيعرفوا يتعلموا من خلال ايه sign language لغة الإشارة. عندي جزء الفونيكس، طبعا عندي حرفين لما بتحطوا جنب بعض بيطلعوا لي letter س س اللي هو الساء س س تي اتش ساوندز، تي اتش ساوندز. 3 3 يعني 3، 3 يعني 3، ما بقولش تهري وما بقولش سين سري، لا س س 3 3. ماوث، ماوث فم. باثروم، باثروم اللي هو الحمام. باثروم، باثروم. ثرو يرمي، ثرو يرمي. عندي letter EE sounds E بتبقى long E يعني ايه طويلة كأنها ممدودة، ما بقولش green اللي هو الأخضر، لا بقول green، green ممدودة. 13، 13 اللي هو رقم 13، green 13. 3 mouth bathroom، bathroom، bathroom. through يرمي، bathroom حمام، فم mouth. 3 يعني 3. هنا green، green. 13، 13. هناخد كمان جزء مهم جدا عندنا السنة دي اللي هي life stages of human يعني مراحل نمو الإنسان. طبعا life يعني الحياة، بيبي يعني طفل صغير، أول ما احنا بنتولد بنبقى بيبي، بيبي يعني طفل صغير. بنكبر شوية أو grows into child، بيبي grows into child، baby grows into child، baby grows into child، baby grows into child. بيكبر بيبقى طفل، واللي child بيكبر بيبقى adult، adult يعني شخص بالغ. child grows into adult، child grows into adult. كلمة grows into يعني ينمو إلى adult إنسان بالغ. هنا مراحل نمو البيرز طائر، طبعا اول ما الطائر بيتولد بيبقى ايج يعني هي بتبقى بيضة ايج، الايج دي بتفقس وبتطلع بيبي، بيبي صغنون او بيبي بيرد، بيبي بيرد يعني بيرد طفل صغنون بيبي. grows into a bird طبعا بيكبر بيبقى ايه بيرد، يبقى بيبي بيرد يعني طفل طائر طفل صغير، لكن البيبي العادي اللي هو الانسان بيبي بيتحول لتشايلد بيتحول لادلت. هنا الطائر ايج بيبي وايه بيرد. هنا اليونت كبيرة شوية وفيها حاجات كتيرة جدا عايزة تتذاكر، بس كلها حاجات فن ممتعة. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل اليونتس اللي جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.